أهم تحدي إنه الناس تبدأ من الآن تتهيأ وتتحضر إنه لما بيجي الشك على البنك بده يكون رصيده جاهز. استقرار المالي يعني وجود رقابة مصرفية فاعلة، نظم إدارة مخاطر منضبطة للقطاع المصرفي الفلسطيني، كفاية رأس مال فاعلة وكافية، المحافظة على نظام مدفوعات آمن وفاعل. دائرة الرقابة هي الدائرة المعنية بمتابعة المراكز المالية للبنوك بهدف حماية أموال المودعين باعتباره أحد أهم أهداف سلطتنا. نحرص على إطلاع الجمهور على كافة التطورات ومستجدات في عمل سلطة النقد الفلسطينية من خلال حملات إعلامية ووسائل إعلامية مختلفة. دورها في المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي. المشهد المصرفي يتناول أهم تطورات أنظمة العمل المصرفي. المقاصة الإلكترونية هي حديث البنوك، أين وصل هذا المشروع؟ دارة انضباط السوق تسعى إلى تحقيق مبادئ الشفافية والإفصاح والعدالة بين مزود الخدمة والمستهلك. المشهد المصرفي يأتيكم أسبوعياً كل خميس الساعة 1:30 ظهراً بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية.